هادو راه مكرصين على الجامع ثلاث سنين هما سادين هاد الجامع، نوضوا واحد المجالة مشاو جابوا لهم هادوك القياطم من الجماعة وبردوهم صحاب الجماعة، مشاو طلعوا لهم تال العمالة وكيغوتوا على جامع السنة. جامع السنة كانوا خاسر فيها البلاصة، العيالات راه صوبوا بلاصة، الرجال راه مقاد، راه كلشي مقاد فيه، زفتوه من الفوق وهما يا رب باقيين حابسينو الان ثلاث سنين. هادي راه عامر كله لداخل ما خدامين فيه مرتين، قالك علاش ما كيخلصوش الناس 13 ونات 14 ونات دازو فيه، قالك ما كيخلصوناش ومشاو في حالاتهم. والساكنه راه كيمشيو للبولو، ولاو دايرين هالجوامع ديال الحوانت ودار الفقاره، ولاو كيصليو فيهم. وانا كنتمنى من عند الله باش يتحل على الناس اللي كبار مساكن اللي كيتمو جايين معذبين من جهه القريعه ومن جهه الترفقاره ومن جهه سميتو شريفي باش كيصليو هنا. هما يا حابسين على الناس، هادشي راه حرام عيب وعار. شكرا. هذا حنا ولاد حي مجيد ودرب فقاره ورياض العالي وبين المدون، كان عندنا هاد الجامع كنا كنصليو فيه، جاو قالك سيدي غنصلحوه، غيشدو واحد 12 شهر، دابا أكثر من عامين ونص هو مسدود. بالنسبة لينا ما فهمناش أشنو سادين هاد الجامع علاش، ولينا كنجيو كنصليو في ديك الخيمة راه هي اللي كاينة، تماك شتا تماك سميتو، وجينا كنسولو عاد أش يقولوا لنا عا كيفاش لا سادين هاد الجامع، يحلوا لينا يقولوا لنا ما كاين والو ديريبو ولا شو شي يديرو ليه. بالنسبة لهاد الناس هادو ما بغاو يديروا حتى شي حل، وقالوا لك صلحوه، ها انت شو الإصلاح حتى شو حق كل باقي الشق باقي داير به، ما كاين لا إصلاح لا والو، كيجي جوج الناس كيحطوهم الفوق كيبقاو كيمشيو بحالهم ما كاين والو. دابا عامين ونص وحنايا بغينا نعرفوا أشنو دايرين في هاد المسجد، واش بغين يصلحوه واش بغين يحلوه واش بغين، والله يهديهم علينا وصافي. حنا كساكنة ديال درب فقراء رياض العالي حي المسجد سيدي معروف قريقوان، المسجد راه تعطل بالترميم ديالو، واش عباد الله الترميم ثلاث سنين وباقي ما شفنا حتى شي حاجة، وأي حاجة ما تهضرش باش نكمل، ما تهضرش باش خليني واش عباد الله ثلاث سنين والترميم، وكنشوفوا داك الشيء اللي بداو كيرموا فيه راه بدا كيريب، وراه بدا الشق، راه بدا الشقاق، انت خويا كتشوف الشقاق بداو ولا مرتع المتشردين، انت غتصور وغتشوف المتشردين فين كيباتوا. هاد المسجد راه معلمه، راه مسجد سنه، معلمه كبيره، راه معروف في المغرب، راه ما كاينش اللي ما تسولوش في المغرب وتقول ليه دومارت مسجد جامع السنه. وحنا كنطالبوا ان شاء الله من جلاله الملك الله ينصروا لينا، هو اللي يشوف لينا مع هذا المسجد. راه قدمنا بلاغ لوزاره الاوقاف والناس المسؤولين الشان المحلي ديال الفيده درب السلطان، ولكن لا من مجيب.
الاصلاحات ثلاث سنين هادي ما شفنا والو. انت غيتحل هذا المسجد؟ الناس الكبار اللي مساكن كيضروا مركبيهم فين غيمشيو يصليو؟ واش عباد الله ديري لنا جوج بيشان غيصليو فيهم الناس؟ العيالات هذا المسجد راه صلينا صلاو فيه والدينا وصلينا فيه حنا وصلاو فيه ولادنا وبغينا يتحل. هذا نداء كنقدموه لوزاره الاوقاف وجلاله الملك هو اللي غيدخل لينا باش يتفتح مسجد السنه. راه عيب وعار ثلاث سنين وباقي ما تحلش المسجد. وشكرا اخويا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.